بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الهادي بن محمد رئيس القائمة المستقلة الأمل بزغوان واللي شعارها سبول رمز الفلاحة بولاية زغوان. قائمة الأمل اللي شعارها سبول سوف تعمل على توفير الشغل لذوي الشهادة العليا وغير الشهادة العليا والعمل للحصول على مقاسم أراضي صالحة للبناء لفائدة الشباب والعائلات التي تعيش الضيق السكني والزيادة الأكيدة والعاجلة في منحة الشيخوخة لتصل إلى 250 دينار على الأقل ومنحة الأرامل والمطلقات نظرا لارتفاع الجنوني في المعيشة والأسعار. والقائمة المستقلة الأمل اللي شعارها سبول سوف تطالب بتحسين ظروف العيش لكل أهالي ولاية زغوان وبالتنمية وتسوية وضعية عمال الحظائر وإحداث تغطية اجتماعية سيناساس لأبنائنا وبناتنا عمال وعاملات المحامل وحقهم في يوم راحة كل أسبوع خالص الأجر وعطل الأعياد الدينية والوطنية. والقائمة المستقلة الأمل اللي شعارها سبول سوف تعمل على إعفاء صغار الفلاحين من القروض المجدولة والأداءات وتوفير العلف والبذور بسعر معقول واسترجاع الأراضي الفلاحية لآبائنا المتعاضدون القدامى باعتبارهم المالكين الحقيقيين لها وتعبيد المسالك الفلاحية خاصة بجهة النظور والفحص وصويف وواد الخضرة والعيثة وبير حليمة وعين الصفصاف وبوشة ودليل العروس والغريفات والمناقة وعين عسكر. والقائمة المستقلة الأمل اللي شعارها سبول سوف تعمل على أحداث شركة نقل خاصة بولاية زغوان فقط وإرجاع الحافلة رقم 24 باء إلى الشركة الوطنية للنقل وسوف نولي عناية هامة بإخواننا سواق اللواجات والنقل الريفي وإعفائهم الأداءات والمصاريف المشتة المتعلقة بوثائق السيارة. والقائمة المستقلة الأمل اللي شعارها سبول سوف تعمل بكل إصرار وإلحاح على توفير الماء الصالح للشراب لأهالينا بمنطقة جباس والفراكسين والكهرباء لأنهج المناقع وتعبيد الأنهج بالمقرن والزريبة وسمنجة وبير مشارقة وجبل الوسط وإيجاد حل جذري لتلوث المعامل ببير مشارقة محطة وتعبيد الأنهج وتقريب محطة القطار. والقائمة المستقلة الأمل اللي شعارها سبول سوف تعمل بكل جدية لتدعيم الاعتمادات المرصودة لدور الثقافة والشباب ووجوب تمويل الجمعيات الثقافية من طرف البلديات والشركات الراجعة لهنا بالنظر ترابيا. لذلك أدعوكم أهالينا بكامل ولاية زغوان لانتخاب القائمة المستقلة الأمل لأنها هي الحل وتنوب الناس الكل. وأخيرا أختم بما جاء في سورة الرعد الآية 17 من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.